Assalamu alaikum. Today our lecture is about pharmacists' code of ethics. In this lecture, we aimed that each student will be able to define code of ethics. What are the principles for pharmacists' code of ethics? And what are the advantages and disadvantages of such code of ethics? First of all, we will start with profession. What is a profession? Anyone can define a profession? What do we mean by profession? شنو يعني profession? يعني محترف؟ احترافية، مهنية، عفية. فالتعريف مبسط إلى حتى بالعربي. Profession is one in which one professes or take an oath. يعني المهنة هي الشغلة اللي يحترف بها الشخص أو يقسم بها قسم. Let's see this picture. شوف هنا الدفعة الأولى من كلية الصيدلة جامعة بابل شو يسوون؟ يؤدون قسم المهنة. نقسم بشرفنا ومعتقدنا وحبنا للعراق. شو يسوون قسم شنو؟ لخدمة المريض. يعني يقدموا كل ما عندهم من معلومة علمية لفائدة المريض. هذا هو الغاية من القسم. Actually it's a terminal occupation. Life single personal lifelong occupational choice. اختيارك انت للمهنه لازم يبقى ملازم لك طول عمرك، ولهذا دائما احنا من نتخرج بصف سادس اعدادي تجينا الاستماره مال تقديم للكليات، ايش نختار لازم؟ نختار الكليه اللي احنا نحبها، لان ما راح نطب هالكليه راح تلازمنا المهنه اللي احنا نتخرج من عندها طول عمرنا. إذا احنا ما كنا نحبها احتمال ما ننجح بالكلية، وعلى فرض نجحنا بالكلية، ورا ما راح نتخرج راح تعجبك تمارس المهنة اللي أنت بيها؟ راح تبدع بالمهنة لو لا؟ فإذا هنا الضغوطات الخارجية على الشخص المفروض حقيقة ما تمارس، يعني اللي عجبه هندسة مو اللي على المعدل يروح صيدلة أو طبية وهكذا. فإذا شباب قسم لكل مهنة اكو قسم وترى هاي المهنه راح تبقى ملازمه لك طول عمرك، يعني انت تخرج الصيدلاني اليوم، ايش راح تمارس يا مهنه؟ صيدله، يصير ورا سنتين ثلاثه ما تمارس صيدله؟ يصير، ولكن الاغلبيه راح تبقى تمارس صيدله، يعني مثلا احنا كتدريسيين ندرس كليه الصيدله. تعبنا عن مهنه الصيدله؟ لا، العصر كلنا عندنا صيدليات ونمارس مهنه الصيدله، فاذا هي تبقى ملازمه لنا طول العمر. So now the question, what is the code of ethics? Help the professionals articulate their profession values and the standard of conduct, as well as responsibilities and right of their members in a code of ethics. يعني دول على سبيل المثال مجموعة طبية أو الأطباء الصيادلة أطباء الأسنان ينظمون المعايير الأخلاقية القياسية. ينظمون حقوق وواجبات أعضاء هالمهنة ضمن ما يسمى بالكود اوف إيثكس، الشفرة الأخلاقية للمهنة. Is it a law? No, it's not a law. So, anyone can define code of ethics? Here's the definition. The definition, according to this definition, it's a public pledge, التزام عمومي، التزام أخلاقي تجاه الآخرين. على مود شنو التزام اخلاقي؟ To meet obvious certain responsibilities and perform duties مسؤوليات وواجبات اما toward those who don't share the knowledge المعرفه expertise الخبره عن professional mandate. احنا كمهنه صيدله واجبنا نخدم من هو؟ المريض. ليش المريض لانه ايش عنده؟ عنده معرفه بالدواء؟ لا، عنده خبره؟ قد يكون اذا عنده مرض مزمن يصير عنده خبره بالتعامل ويا الدواء مالته ولكن ليس كل المرض. ولهذا المريض يجي للصيدلي، شوف هنا ايش مكتوب بالصوره. We are here to provide the answers you need. يجاوب على اسئلته، شلون يستخدم دواء، ايش به اعراض جانبيه، ايش قد يستخدمه. اذا الصيدلي من التزامه الاخلاقي يعطي معلومات ويفيد المريض اللي ما يملك المعلومه عن الدواء او الخبره الكافيه. والا اذا كان المريض عنده المعلومه ممكن يشوف الادويه بالسوبر ماركتات والمريض يروح يدور على الدواء اللي يعجبه وياخذه ويطلع. التفت المهنة الصيدلة أو التفت الحاجة إلى الصيدلة. So now the question, what are the advantages of the code of ethics? First of all, to ensure and encourage optimal behavior.
التصرف المثالي. زين ذا بدون كود اوف إثكس ما يصير احد يتصرف تصرف مثالي؟ يصير. احنا كلنا عندنا اخلاق. اخلاق ايش بيها؟ individual ethics اللي حكيناها بالمحاضره السابقه. من قلنا شنو تعريف البروفيشنال ethics؟ احنا قلنا هي الستاندرد نورم اند فاليوز اوف ذا جروب از ويل از individual ethics. احنا كلنا عندنا اخلاق شخصيه، ولكن قد يكون واحد من عندنا يحب يخدم الناس بس ما يدري شلون يخدمه بالطريقه الاخلاقيه. ليش؟ انه ما عنده فد دستور او قانون او فد دليل يمشي عليه. اذا من وجود الكود اوف ethics يشجعك انه هالنقاط عرفتها وافتهمتها راح تطبقها للمريض لفائده انك دكتور. شفنا هنا اكو في الدراسات عالميه تقول لك انه الطلاب اللي يدرسون ethics pharmacy ethics او nurse ethics او medical ethics ذولا الطلاب صار عندهم increase in ethical awareness، وبالنتيجه النهائيه يصير development of ethical behavior in the future. يعني بالمستقبل يشوفون انه الصيادله دارسين اخلاق الصيدله راح يكون عندهم تصرف اخلاقي افضل من زملائهم اللي ما دارسين اخلاق المهنه او اخلاق مهنه الصيدله. هذا ما يعني ان ذولا عندهم اخلاق ذولا ما عندهم اخلاق، بس انه ما حد موجههم. اوكي شباب؟ يعني انت قانون اذا ما تعرفه شو راح تطبقه؟ عندك معادله اذا ما تعرف القانون شو راح تحل عليها؟ فهذا هو الفكره من الكود اوف ethics. Again, it will promote a sense of community among members. احنا كصيادله من يجمعنا قانون مهنه الصيدله او من يجمعنا اخلاقيات مهنه الصيدله نحس نفسنا انه مجتمع واحد. يعني خلينا نقول تجمعنا خيمه واحده اللي هي شنو هي؟ الكود اوف ethics. فانا صار عندنا شنو؟ sense of community among members. It also provides the guidance for professional practitioner. من عندك دليل تمشي عليه تقول هاي الشغله اخلاقيه راح اسويها، مو اخلاقيه ما راح اسويها. فاذا عندك شنو؟ دليل. بالاضافه لهذا assist in resolution of professional challenge. هذه ساعدك بحلول بعض المعضلات او بعض المشاكل المهنيه. زين، هسه سؤالنا is there any drawback for the code of ethics؟ هل في مشاكل؟ هل في نقاط ضعف؟ لو كله advantage اكيد كل شغله ايش بيها؟ ادفانتج و ديس ادفانتج، مثل الدول بفائده وب سايد افكت. مو فلهنا يقول لك ات كان نوت ذير از نو اني كود اوف ethics كان كونتين اول ذا ديتيلز تو ادريس ذات ايشوز ذات ارايز ان ديلي براكتس. يعني يقول لك ماكو فد كود اوف ethics يحتوي لك على جميع المعلومات للقضايا اللي قد تواجهها من خلال التعامل اليومي للصيدلاني داخل الصيدليه او المستشفى او ما شابه ذلك. فلهذا قد تكون نقطة أو مأخذ سلبي على الكود اوف ethics. نعم، the pharmacist code of ethics الأيم مالته شنو؟ It's intended to state publicly the principles، حتى نعلم المبادئ. شنو هي المبادئ ذني؟ That form the fundamental basis for the roles and responsibilities of the pharmacist. اللي شكلنا المبدا الاساسي لواجبات ومسؤوليات الصيدلاني. طبعا هاي منين جايه؟ usually based on moral obligation، استنادا للمسؤوليات والالتزامات الاخلاقيه للصيدلي. بها فائده؟ هذا الهدف مالتنا. بها فائده؟ yes، to guide the pharmacist in their relationship ويا من هو؟ ويا من هو؟ patient. ويا patient good بعد، ها واحد، patient واحد، اثنين، physician good. Pharmacist good. يعني اذا ايش عندنا صار؟ patient، الكوليج، زملاء المهنه، pharmacist. والنقطه الثالثه other healthcare professional، قد يكون الطبيب، الممرض، ابو المختبر، طبيب الاسنان وغيره. فاذا صار عندنا ويا ايضا ويا السوسايتي ويا المجتمع بشكل عام. فاذا هذا هو الادفانتج فور pharmacist code of ethics. الايم اند additional advantage فور pharmacist code of ethics. خلينا ناخذ نظرة تاريخية عن الفارماسيست كود اوف ethics. تعرفون في سنة أول تأسيس القانون أو خلينا نقول الفارماسيست كود اوف ethics كان؟ في سنة؟ توقعاتكم شباب؟ ها؟ بالثمانين؟ لا 1900 وش قد؟ 10 لا أقدم. خلينا نشوف 1880 بعد شوي أقدم؟ ها؟
ألف دقيقة 1880 قلت لا أقدم مو 1905 بعيدة بعد 60 لا هم بعد أقدم شباب شباب حلل الإشكال 1848 the first pharmacist code of ethics was developed by Philadelphia College of Pharmacy. Okay. Well, the first legislation أول تشريع له كان في أمريكا سنة 1852. طبعاً طرع عليه تعديلات هذا الفارماسيست كود أوف إثكس كان أول ريفيجن سنة 1922 وراها 52 وراها 69 81 وآخر شيء كان عندنا بال 1994 اللي إحنا نمشي عليه وراح نعطيكم معلومات عنه. بي برينسيبل 8 هذا الفارماسيست كود أوف إثكس بي 8 برينسيبلز. قبل ما أبدي بالفارماسيست كود أوف إثكس برينسيبلز نتذكر بالمحاضرة السابقة حكينا عن الإثيكس والإثيكال برينسيبل تذكرون شباب؟ كان بيها أول وحدة؟ كان بيها؟ من هي؟ يا هي؟ يعني اعتماد respect of the patient autonomy اللي احنا كده first among equals اللي هي open the gate to all other principles again here again here we have the pharmacist must respect the patient autonomy and dignity كرامة المريض. زين شلون انا احترم رأي المريض وشلون احترم كرامته؟ النقطة الأساسية شباب هنا encourage the patient to participate in decision making about their treatment. يعني تدخل المريض باتخاذ القرار بالعلاج مالته، شلون؟ وليش؟ يعني مثلا هو بيسايد افكت يقول مثلا شباب شباب للسهولة صحية هذه سايد افكت هذا الجانب ولكن للموضوع خلينا ناخذه من نظرة انه الصيدلاني خبير شنو الأدوية ميديكيشن بروفيشنال ولكن المريض خبير عن شنو عن مرضه عن حياته الشخصية لايف ستايل روتين ديلي لايف مالته هو شلون الروتين اليومي اللي يمشي فيه بحياته اكو دواء يقدر ياخذه ثلاث مرات، اكو واحد ما يقدر ياخذ بالليل، اكو واحد ياخذ الصبح، طفل ما يحب دواء نور وهكذا، فاذا كل شخص يعرف خفايا الحياه مالته، شلون دا يعيش، هذا يوالمه الدواء لو ما يوالمه، مجربه قبل ومستفاد عليه لو لا، فاذا من اشركه بالعمليه راح نسميها كونكوردنس، يعني راح نوصل الى اجريمنت بين ذا فارماسيست اند ذا بيشنت اباوت ذا ميديكيشن. من هو مقتنع بعلاجه راح يلتزم به ولا صار اديرنس ولا من صار اديرنس طلعت النتائج الجيده من استخدام الدواء ولكن اذا انت غصبت عليه مثل ما كان قبل المصطلح يسموه كومبلاينس تؤمر المريض ياخذ الدواء ايش راح يصير بالنتيجه؟ احتمال ما يلتزم بعلاجه ما يوالمه ما يتطابق ويا نمط حياته راح يعوف الدواء وما راح نحصل على نتيجه جيده. شلون راح نسوي انكرج ذا بيشنت تو بارتيسيبيت ان ديسيشن؟ First of all, we need to communicate with the patient in understandable terms. مصطلحات مفهومة للمريض. نعطيكم مثال. أكو أدوية على سبيل المثال كلورفينيرامين مال يد مال حساسية. هستادين منو شافه؟ هستادين مال معمل سامرة 10 دول. أوكي. هذا الهستادين التراب كلورفينيرامين عبارة عن راس ميك ميكستشر بالكيمياء بالستيريوكيمستري يعني شنو هو؟ عافية اللي هما ليفو ودكسترو مو؟ شنو ليفو روتاتري؟ يعني شو يسوي؟ روتيت ذا لايف ذا ليفت والدكسترو شو يسوي؟ عافية إذا المريض إذا جاني للصيدلية وأني عندي بولارامين بالصيدلية بولارامين عبارة عن ديكس كلورفينيرامين يعني مو التو انانشيومر مو الراس ميك ميكستشر اللي هو شنو عندنا؟ عندنا الدكسترو اللي هو الاكتف فور يعني شلنا الليفو اللي هو ما يشتغل يعني 2 مليغرام مال هذا الدواء بعدال 4 مال هستادين مو صحيح؟ زين اجاني المريض للصيدليه وقلت له هذا الدواء احسن من الهستادين لانه هذا الدواء ايش بيه؟ دكسترو روتاتري فر الضوء دي وين؟ على يمنا زين انت سويت كوميونيكيشن وياه افتهم المريض شباب؟ ما افتهم زين هاي مشكله اذا هنا ايش لازم اقول له؟ نقول له هذا الدواء فاعليته ايش بيها؟ ضعف الدواء العادي فتشوف القوه مالته رقم 2 هي بعدال 4 مللي فحتى افهمها بطريقه شنو هي؟ مفهوم
نقطة هاي الأولى. اثنين. You should tell the patient with all available options. يعني أنت ما يصير تقول لي عندنا بس هالعلاج يفيدك. المفروض تقول له عندنا أجابة مختلفة، اختيارات مختلفة، حتى هو يختار الأكثر ملائم لحياته الشخصية. أعطيته خيار واحد. يعني إذا ياخذه راح يطيب، ما ياخذه ما راح يطيب. راح ياخذه ولا يضطر ياخذه. مو؟ بس أعطيته خيار A, B, C. احتمال يختار الـ A وذاك يختار الـ B وهذا يختار الـ C. صار عنده مجال الاختيار، فشجعته انه يتخذ القرار وياك. يعني اعطيته واحد راح يتخذ قرار ما عنده غير مجبر انه ياخذ هالدواء. اوكي زين. الانفورميشن شود بي تيلرد اكوردنج تو بيشنتس نيد ان نون جادجمنتال لانجوج. شنو يعني؟ يعني احنا هنا اليوم نحكي للمريض، نحكي للمريض المعلومات اللي حيستفاد من عندها، يستفاد من عندها. يعني على سبيل المثال الاسبرين، شايفين اكو حبابي اسبرين ايش مكتوب عليه؟ انتريك كوتي. يعني ارجع اقول للمريض هذا الدواء مغلف بمواد، هذه المواد ما تذوب بالمعده، راح تذوب بال اني شنو بالمعلومات هاي اعطيه اياها، راح يستفاد من عندها. وهاي البي اج اللي تذوب بيها مثلا فوق الاربعه الوسط قاعدي او ما ادري يستفاد بعدها شباب؟ لما شو اقول له؟ اعطيه معلومه راح يستفاد بعدها، هاي اذا اخذتها ما راح تاذي لك المعده، اوكي؟ فاذا المعلومه ايش فيها راح تكون؟ تيلر تو اكوردنج تو بيشنت. النون جادجمنتال لانجوج يعني من دا اقول له هذا اسبرين مغلف ما يأذي المعده، مو اقول له دير بالك تاخذ الاسبرين العادي ترى ذاك يزرف المعده. خوفته سويت جادجمنتال، حكمت عليه انه لازم ياخذ هذا الدواء، اوكي شباب؟ فهذه النقطة حقيقة إذا طبقناها راح نكون ريسبكت بيشنت اوتو. زين احنا سولفنا ويا المريض وقلنا له المعلومات، بس سولفنا غير المثل شو يسوي المريض؟ يفتهم ولا لا؟ The patient should understand both the risk and the benefit of the given therapy. يعني لازم يفتهم المخاطر والمنافع من العلاج حتى من يتخذ القرار، يتخذ كامل ارادته، مو يتخذ القرار هو انت ما حاكينا عن السايد افكت، حاكينا بس عن البنفيت. هنا راح يكون القرار اتخاذه ايش بيه؟ خاطئ. ليش؟ لانه ما سمع السايد افكت، عباله ما بي سايد افكت. النقطة الأخيرة بهالاتجاه شباب هو فارماسيست شود ريسبكت ذا رايت اوف ذا بيشنت تو ريفيوز ذا تريتمنت اور ذا ميديكال كير جيفن. قرروا لكم الصورة. مين من عنده رايح طبيب هو أو أهله وعنده حالة مرضية تستوجب تدخل جراحي. تستوجب تدخل جراحي اكيد. لو احنا لو اهلنا مارين بهيج حاله تروح للطبيب يقول لك يابا ترى بيها مجال انطيك علاج، بس الحل الامثل بحالتك هو العمليه. مرات الناس شو يقول؟ يقول له انا والله اخاف من العمليه، هواي سووا هالعمليه وماتوا. مو اذا رفض العمليه هل الطبيب راح يجبره يسوي العمليه؟ لا. هنا should respect the right of the patient to refuse. من يرفض تحترم اراده، تعطي العلاج، تعطي بديل. هذا هو encourage the patient to participate in decision making. خلينا نشوف هاي الصوره شباب. هاي المريضه يوم الصيدلانيه الدواء مال حساسيه. الصيدلانيه شو تقول لها؟ تقول لها عندنا دواء ينعس، دواء ما ينعس، دواء مفعوله قصير، دواء مفعوله طويل، دواء اصلي، دواء تجاري، دواء غالي، دواء رخيص، والمريض هو اللي يختار. اوكي شباب؟ هنا هذا واجب الصيدلاني تو ريسبكت بيشنت اوتونومي اند ديجريتي. مو بس هالاتجاه، بس احنا كنا قلنا انكورج ذا بيشنت تو بارتيسيبيت ان ديسيشن ميكينج. النقطة الثانية فارماسيست شو يسوي فارماسيست؟ شود ريسبكت ذا ديفرنس كلتشرال اند بيرسونال ديفرنس امونج بيشنتس. In this regard, the pharmacist views about the patient, religion, age, sexuality, disability should not prejudice their treatment or care. يعني خليني اقرب لكم الصورة. هنا شو تشوفون بهاي الصورة؟ شو فيهم ذول الأطفال؟ شو فيهم ذول؟ هاي شنو هاي؟ أصلا مين هاي؟ يابانية عفية، هاي أفريقية، هاي مين؟ إشقرانية مين هاي؟ من السويد دول اسكندنافية، هاي مين؟ من اسيا او دول عربيه وهكذا. هنا انت المفروض كصيدلاني
مو شغلتك او افكارك الداخليه ومعتقداتك تحكم بها المريض وتمنعه من وصول العلاج الى بالشكل السليم. يعني انت تقول مثلا انا ما احب اسود، من جدتك هذه ابنها لها علاج، طيب علاجك اكسباير، يصير؟ هل انت احترمت المريض؟ لا، ما لازم. شوف خيارات مختلفه بالعالم. اشكال، اجاك واحد ملحد بالصيدليه. زين. يصير هذا ما تعطي علاج على اعتبار انه ملحد لازم تموته؟ يصير؟ يصير؟ هندوسي يصير اي شيء. يصير شباب؟ ما يصير هنا. ليش؟ لانه هذا ايضا انسان خلق على ربك، يجوز في يوم يتوب ويرجع. مو؟ بكل الاحوال انت مهنتك انسانيه، تقدم الخدمه للشخص وليس لبقيه الافكار اللي تقودك انت الى اتخاذ اراء او خلينا نقول تصرفات معينه. خلينا نشوف هاي هنا. شياب، مو هذا شهاده الحجي والحجيه؟ جوك الصيدليه وانت بعدك متخرج صغيروني، قلت عود يا كبير ايش بعد تنتظر؟ ما بقى له شيء، خليه يتوكل ليش اعطي علاج يصير؟ زين ما لازم. ها شنو هنا؟ ميل وفيميل. نفرض انه صاحبنا الصيدلاني خطيه عنده فد نيجاتيف اكسبيرينس، عنده نيجاتيف بيرسبشن، كل ما يقدم على ابنه اهلها يطلبونه هوايه، فصار عنده شنو هو؟ حاجز. هنا كل ما تجي ابنه للصيدليه يعطيها عدوه بالمقلوبه اللي يموتها، ما يصير. اوكي شباب؟ The second important principle, pharmacists should respect of an interrelationship between the patient and the pharmacist. خلينا نشوف. هنا افضل خمس مهن ناس عندهم ثقه بيها بالعالم، واحده من عندهم الصيدله. شباب 80% من الناس توثق بالصيدلاني. زين، هاي مو هديه من المواطن او من المريض يثق بيك؟ So you have obligation, شنو moral obligation and response to gift from society اللي هي شنو هي؟ التراست. انت عندك التزام واجبار اخلاقي تجاه الهديه اللي استلمتها منين؟ من المريض مالتك، من المرضى مالتك اللي هي الثقه. هاي شلون احافظ عليها؟ So the pharmacist should keep a promise. Should keep a promise to ensure that the patient gets optimum benefit from their therapy. يعني يوعد المريض انه ينصح بالاستخدام الامثل للدواء مالته. هذا الدواء should be committed to their welfare، يعني يكون لسعادة المريض، رفاهية المريض. And maintain trust. راح احكي عن اخير كلمة بعدين انتقل للبقية. Maintain trust، يعني انت اليوم كصيدلاني ناجح تشرح للمريض استخدام دواء. اليوم وباكر وعقبه، ما يصير فد يوم جاك شايل علاقه دواء من الصيدليه بصفك، قال لك دكتور بلا زحمه اشرح لي لانه انا اثق به، قلت له ليش ما اخذتها من عندي؟ روح ارجع خليه يشرح لك، هنا صارت الثقه خربت، يعني you should not abuse the trust from the patient. اوكي، خلينا نشوف committed to patient welfare. افرض انت بالصيدليه suppose that you receive this prescription from a pediatrician. شنو البيدياتريشن احمد جميل؟ اخصائي الاطفال. عافيه. زين، هذا اخصائي الاطفال طفل امها يلقي طفل بيدها دقوده عمره 6 سنين، هذا الطفل ايش بيه؟ اوتايتس ميديا، ابنه ملتهبه. الدكتور ايش كاتب له؟ اكيد من التهاب. ايش كتب له؟ انتي بايوتيك. مو شرط اموكسي، بس على سبيل المثال هنا اموكسيسيلين سسبنشن 250 ملي غرام 3 مرات باليوم. جتك للصيدليه انت قلت انا شو اسوي؟ لازم الاوبتيمم بنفيت اوف ثيرابي انصحها. ساعه شو وقت جتك؟ ساعه 9 بالليل. قلت لها ام فلان هذا الدواء ما ياثر قبل الاكل لو بعد الاكل. فقلت لها شنو هذا ما ياثر قبل لو بعد الاكل. تاخذي لازم 5 سي سي كل 8 ساعات بانتظام. ويفضل هسه تبلشين به حتى نقضي على التهاب من وقت. تحكيت المعلومات العلميه الدقيقه اللي تفيد المريض حتى تضمن شنو؟ اوبتيمم بنفيت فروم ثيرابي. توقيت مهم والجرعه مهم. زين. ساعه 9 بالليل. الجرعه الثانيه شو وقت ورا 8 ساعات تصير؟ 9 بالليل. 8 ساعات شو قد؟ 6 بالخمسه عفوا. زين. بالخمسه الصبح ام الطفل
جبتي عليه قعدتها من النوم. هو يومين يقعد من 6:30 قضيه الصبح على مود يبدل وياكل وكذا يتريب ويروح للمدرسه. اليوم ايش وقت قعدته؟ بالخمسة. ما لحق ينام الصبح، ما لحق ينام، قعد بالخمسة. ايش صار في هذا الطفل؟ ما راح للمدرسه. صار في شباب نعس ونام وين؟ بالمدرسه. وسبحان الله ذاك اليوم كان عنده شنو؟ امتحان املاء. زين هذا ما جاوب رجع للبيت ب 12 خلاص الدوام رجع للبيت. امه ايش راح تسوي لك؟ لا هاي بالمجتمعات الراقيه تقلبه، ليش ما جاوبت؟ ليش ما قريت كذا؟ قالها والله مو صوتي، قعدت الصبح. صوت من قعد؟ صوت الصيدلاني. ليش؟ لانه ما سوى شنو؟ ما شجع المريض تو بارتيسيبيت ان ديسيشن ميكينج، ما سال الامه عنده مدرسه لو لا، يقعد ايش وقت يقعد الصبح؟ كان المفروض الاجدر بانه يغير التوقيت الى وقت ملائم للطفل. يعني مثلا على سبيل المثال 10:30 بالليل ما راح تاثر هالساعه ونص، خش وقت الصيف 6:30 الصبح هو قعدته اوتوماتيكيا ما عنده مشكله. زين هسه هذا اللي متى امه؟ هذا برا بالخارج بالعراق ايش عنده شباب؟ امه شو تسوي له؟ ها شو تسوي له؟ غسل لبس البطل. اجى ابوه شو راح يسوي له؟ عشان هاي الحكي صرنا ساعة وحدة، الطفل مقد ما تأذى وبجى نام ما أخذ الدواء بالوحدة، خرب العلاج ولا لا؟ الأوبتيموم بنفت صارت؟ لا. إذا الويلفير راحت وخربت عندنا. السبب شنو؟ دونت ريسبكت بيشنت اوتونومي. خربت عندنا الويلفير، خرب عندنا الاوبتيموم شنو؟ الاوبتيموم ثيرابي. The third principle, pharmacists must promote the good of every person in caring, رعاية, compassionate رحمة, and confidential manner. The first concern for the pharmacist should be the care of the patient. Your first concern should be the care of the patient. احنا من قسمنا قلنا نخدم المريض. We should avoid any conflicts, اي تعارضات قد تكون personal or financial مثل ما شفت قبل شويه. اذا عندك فد راي معين بضر المريض لازم تعوفه جانبا لغرض خدمه المريض. اذا عندك financial benefit يعني انت قد تستفاد ماديا باعطاء دواء معين يضر المريض المفروض ما تعطيه. هذا هو الكيرنج فور ذا بيشنت. كومباشنت شنو الرحمه؟ يعني شلون الام ما تعامل طفلها برحمه؟ لازم انت هالشكل تعامل المريض مالتك. You should protect dignity of the patient. تحافظ على كرامته. قبل شوي احنا قلنا نحترم الكرامه، هنا نحافظ على كرامه المريض. شلون؟ Through serving the patient in a private and confidential manner. Ensuring the privacy الخصوصية. هسه ممكن تقول شلون؟ بعطيكم المثال. افرض انت قاعد في الصيدلية، بدك تكتب الطلبية. ملتهي بدك تكتب النواقص مال الصيدلية. وزميلك ايضا بالصيدلية، شوية صار ازدحام بالصيدلية، مراجعين وكذا. بس من هو؟ اجى بالصيدلية الزبون الدائم مالتك يعرفك اسمه ابو حمودي. اجى قال لك دكتور بلا زحمة. اريد يفدوه ما دود زين ابني حمودي شافك انت بصفحه بيحكي وياك خجلان ومستحي قال لك اريد دواء ما دود ابني حمودي انت سويت من تريد تكتب الطلبيه والنواقص وكذا ايوه فسويت قلت له والله دكتور احمد بلا زحمه انطي ابو حمودي اقوى دواء ما دود عندنا انطي الاصلي هسه اثناء من واقف في الصيدليه مراجعين هوايه وحده من عندهن الحجيه ام ستوري جيران بيت ابو حمودي ايش راح تسوي الحجيه؟ ايش راح تسوي الحجيه؟ سوت الحجيه؟ ضبط المعطوه وعلى السريع ايش سوت الحجيه؟ خلينا نشوف ايش سوت الحجيه؟ سوت الحجيه؟ ورد الان العاجل شنو العاجل شباب؟ حسب ما ذكر مصدر موثوق ان ابن ابو حمودي الصغير بي ايش بي؟ بدود عرفتي جهه يا كرامه مريض يا حريته يا برايفسي ايش بي الدنيا؟ وين ايش وين؟
ذهب مع ضيق زين خلي يشوف بها هاي فد نيجاتيف كونسيكونس علينا يعني هذا ابو حمود بعد يرجع لك للصيدليه ما يرجع له قرايبه واهله واصدقاء وجيرانه كلهم يقولون دير بالكم وتروحون هذا هو الصيدليه فاذا هنا انت خربت على نفسك شنو خربت على نفسك ماديا زبون دائما ما انت خسرته هو وكل معاه فهاي شباب احنا ننتبه على The fourth principle is pharmacists act with honesty and integrity in a professional relationships. تذكرون the pharmacist has a duty to tell the truth according to his theory. درسنا بالمحاضرة السابقة يا نظرية كان نقول لازم نحكي المصداقية يا نظرية شباب يا هي نظرية ديناتولوجيكال والعكس كان اسمه عافية كونسيكونشالست اللي كان بها لايك بيرمسبل هنا لازم شو نسوي نحكي المصداقية تذكرون الاكزامبل هاي اللي حكينا لها وفزة وقعد بباب الصيدلية ومو السرطان هي هاي هنا we have a duty to tell the truth act with conviction of conscience يعني لازم احكي بما يملي علي ضميري اوكي زين هل فقط هو المرضى قاعد ويانا يعني هسه انا من ادرسكم اذا اعطيكم معلومه خاطئه وبقت ببالكم وحكيتوها للمريض ينظر المريض ولا ينظر اذا هنا The pharmacist should be accurate, impartial when teaching others. مو بس أنا من أدرسكم، أنت من زميلك يسألك قبل الامتحان تعطيه معلومة غلط أو صح؟ غلط. لازم معلومة شبيهة؟ صح. بس إذا تيجي تحفر له حفرة هذا واحد. أوكي؟ زين. بس في حالات لا شباب، عندنا publication of research، نشر البحوث. أنت اليوم عندك بحث تشتغل أنت كطالب صف خامس تتخرج سويت بحث. تشوف النتائج مالتك هذا الدواء يشتغل على 30% من المرضى. قلت ليش اكتب 30 خلي اسويها 80. 80% من المرضى يشتغل عندهم. نشر البحث لا الاطباء بدوا يكتبون العلاج للمرضى ولا هناك المرضى ما يستفادوا. شنو؟ اذيت لمن؟ اذيت المرضى. باحثين اخرين بغير دول عبالهم صدق هذا الدواء يشتغل سووا بحوث بغير دول. وبهم اذوا المرضى مالتهم. تشوف هنا فاذا هنا راح تأذي المريض والمجتمع ككل اذا كانت dishonest with publication of research. The first principle is the pharmacist maintain professional competence معناها القدرة العلمية. تحدثنا بشكل مقتضب بالمحاضرة السابقة عن professional competence. قلنا انه الصيدلان لازم maintain knowledge. يعني انت اليوم تخرجت مفروض تبقى تذاكر معلوماتك لو تقراها ورا ست اشهر راح تنساها مو ست اشهر سنه سنتين الى متى تنسى ايش كم واحد بعدنا يخلص الامتحان يتذكر معلومات كلها اكو احد يتذكرها كلها ماكو احد اوكي فاذا لازم شو اسوي اراجع هذا الصيدلاني حباب ايش قام يسوي؟ ولا ما تخرج بقى شو يسوي؟ يقرا بالكتب بحيث انه صارت الاوراق ايش فيهن؟ صفر وايش فيه الكتب؟ الشقه قبل ما يقرا فيه يراجع مينتين زين هل هو صحيح بهالحالة؟ شباب نيو تكنولوجي نيو تكنولوجي نيو ميديكيشن نيو ديفايسز افيلبل ايتش داي ابروفد باي اف دي اي يعني ادويه جديده يوميا تظهر لنا علاجات جديده طرق علاجيه طريقه عمليه جهاز جديد شوفوا هنا سنه 2005 20 دواء مرخص خلال سنه 2005 من قبل اف دي اي ب 2014 41 دول يعني انت خلال 10 سنين قد رخصوا لك فوق ال 150 لا زين فوق ال 200 250 الى 300 دول زين انت اذا تبقى تقرا القديم 250 300 دول خلال 10 سنين اذا 20 سنه انت صار لك متخرج صيدلاني وبس تقرا القديم يصير؟ معلومات فيها قديمه راح تفيد المريض؟ ما راح تفيد المريض، القسم مالتك صار لي اختل؟ اوكي فان ذيس كيس ذا pharmacist should not only maintain but develop knowledge you should ensure that your knowledge should be of high quality معلوماتك يعني تكون بمستوى جيد وليس بمستوى ضحل والنقطه الثانيه up to date relevant to the field of practice
يعني مو انت صيدلاني تروح تطور معلوماتك بالتشخيص مال المرض وبالايكو وبالاي سي جي، هاي انك تفيد الطبيب، انت تطور معلوماتك وين؟ بالادويه. زين خلينا نشوف شلون المعلومات تكون اب تو ديت لها تاثير علينا هواي. سنه 1998 الجايد لاين علاج مرضى السكري من النوع الثاني يقول السلفونيلور يعني الداونيل وجماعته هم العلاج الاساسي للمرضى اللي عندهم سيفير هايبرجلايسيميا. ب 2015 الامريكان دايابيتس اسوشيشن بالجايد لاين مالتها تقول الميتفورمين هو دراج اوف تشويس اللي بريفرد انيشال ثيرابي. اختلاف كان قبل الجلوكوفيد اذا سامعين ولا حد لها تسميه ماشي بالعراق شو يسمونه؟ مساعد مال السكر كان ثانوي مو اساسي، هسه صار هو الاساسي. فهمت؟ هذا شلون عرفنا؟ هذا الابديت اذا ابقى معلوماتي قديمه ابقى اقول مساعد، فهمت هسه شنو صار؟ صار الاساسي والداونين وربعه صار شنو هم؟ المساعدات. اتفقنا شباب؟ فاذا المعلومات مالته شو تكون؟ هاي كواليتي ابديتد of relevant field of practice. The sixth principle, pharmacists should respect ability and values of colleagues and other health professionals. لازم احترم زملاء المهنة وبقية اعضاء الفريق الطبي. ايش عندنا؟ team working. هذا اكثر بالdaily practice. ايش يحتاج لنا؟ respect, cooperation and communication. تواصل احترام بين تيم ورك، منو من الصيدلاني والطبيب والممرض وابو المختبر تو شو بنفيت تو ذا بيشنت. هنا بهالاتجاه شباب يو شود نوت ابيوز يور بروفيشنال بوزيشن اور اكسبلويت ذا فولنربيلتي اور لاك اوف نوليدج باي اذر هيلث بروفيشنال. يعني انت مو تتخذ موقعك انت صيدلاني على اساس انت خريج كليه الممرض ما يفتهم. زين اذا الممرض ما يفتهم تقدر انت تضرب بداله اوبر تلزم خفاره ابوي تضرب اوبر للمرضى؟ يصير؟ فاذا كل من بموقعه يخدم المريض. خلي نشوف هاي الصوره يا شباب. الاخصائي، الممرض، ابو المختبر، صيدلاني، حتى ابو الاسعاف، كلها تصب مصلحه منو؟ توتال كير فور ذا بيشنت. فهذه شباب ننتبه عليه. The seventh principle, pharmacist serve individual, community and society. The primary obligation for the pharmacist is to care for well the patient, but sometimes expand to involve community and society. يعني على سبيل المثال تنطي دواء تعالج مريض بس من تنطي لقاح للمجتمع تقيم المرض مو؟ هسه مو اكو عندنا فيروس شو اسمه هذا الفيروس الجديد؟ زيك عافيه. فاذا اذا اكو لقاح مو مسؤول عنه راح يكون؟ صيدلاني. زين خلي اعطيكم حاله حتى اقرب لكم الفكره بيها. Any pharmacist should be able to challenge the judgment of other healthcare professional if their conduct jeopardize the safety of the society. كمعلومه قد يكون ما حد افتهمها من عنده. هنا يقول حضر نفسك انت كصيدلاني تقف بوجه القرارات المتخذه من قبل زملاء المهنه او الاطباء إذا كان قرارهم يعرض حياة المجتمع للخطر وليس حياة المريض للخطر. شو؟ اللي ينشل بس احنا بالعراق من ينشل يروح للصيدلية شي يدور خاصة إذا بلاعينا شوية تشكشك وتوجع شي يدور شباب؟ كبسول. كبسول مال التهابات مو؟ الأنتي بايوتيك إذا أنت ما صرفت له تقول له هذا باعتبار ما يصير ما يحق له أصرفه إلا بواسطة الطبيب، يروح للطبيب. 68% من الناس اللي عندهم نشوة بتروح للاطباء يكتبوا لهم شنو؟ انتي بايوتيك. طبعا الفكره مالتها شنو هي؟ انه تو بريفنت سكندري اوبورتونستيك بكتيريال انفكشن، حتى لا يصير عنده سكندري بكتيريال انفكشن. هو فيروس الانتي بايوتيك ما يكتله ما يعالجه. خلينا نشوف الصوره الثانيه. There is no point where we use antibiotics for common cold. Antibiotics cannot cure alcohol. ما تعالج ما تشفي لك المرض، هو من كيف يطيب؟ بس حتى يمنع لك حدوث سكندري بكتيريال انفكشن. بس هاي قد حدوثه؟ كلش قليله، اغلب الناس ما تصير عندهم، الا اللهم ياخذ انه سبرسنت دراج او هو ديابيتس او عنده ايدز وما شابه ذلك، او طفل، بس البقيه عموما الاشخاص الهيلثي بيشنت ما تصير عندهم هالحاله. زين.
ها شنو المشكلة من أصرف أنتباهاتك هواية أوفر يوز والأبيوز عاكل صار عنده ريزيستنت والريزيستنت دي مشكلة يا شباب يعني اللي عنده انفكشن قوي يعني على سبيل المثال سبتسيميا شنو سبتسيميا تسمم بالدم هذا شنو الأنتباهاتك شوي قوي إذا كل الأنتباهاتك احنا بيها ريزيستنت ما يشتغل شو راح يصير دي يموت خلي شوفكم في صورة شوفوا هنا يقول في أمريكا سنة 2013 عندهم 23 ألف حالة وفاة نتيجة الريزيستنت اوف انتيبايتك طبعا بالعراق احنا ما عندنا أي إحصائية قد تكون أضعاف هذا العدد لأن احنا انتيبايتك يصرف عندنا بشكل هائل في أمريكا عليه شوية تقيد ريستركشن احنا هنا بالعراق لا قد يكون 100,000 150,000 أو يهوى اللي صار عنده انفكشن ويموت معناها الريزيستنت ما ندري بالضبط العدد فهذا السؤال حقيقة المفروض احنا ما نوصل الى هالمستوى حتى نسال نفسنا احنا اتخذنا اجراءات صحيحه باتجاه المريض ولا احنا اصلا المفروض ما نصرف ونواجه الوصفه مع الطبيب اللي بيها انتبايتك شوف اذا جاكم هسه شباب اذا جاكم احد للصيدليه وقال لك اريد انتبايتك ايش راح اسوي لك؟ ايش راح اسوي لك؟ يقول له ترى هذا ما يشتغل عن ايش؟ ما يطيبك هي فيروس وهو شنو يشتغل على البكتيريا بس مو قصدنا تضربه لا وانما ننتبه على المعلومه The final principle pharmacists seek justice in distribution of health resources يعني pharmacists should be fair عادل equitable بالتساوي يقسم الادويه should avoid bias in deciding who deserves to be treated شنو معنى البايس؟ بايس شنو معناها؟ تحيز عافية يعني على سبيل المثال اليوم اجاني مريضين اثنيناتهم عندهم ضغط بس ادري هذا الدواء مقطوع عندي اخر باكيت في شريطين واحد من المرضى جيراني صديقي والاخ ما اعرفه يعني هذا الدواء اشيله كله هو والشريطين اعطيه للمريض جيراني لو اعطي شريط لهذا وشريط لذاك شو اسوي؟ المفروض اقسمه حتى يكون equitable عادل fair. هنا the pharmacist should provide the care without regard to the age, gender, nationality. هاي اللي حكينا عنها بالسابق حتى يكون عداله. ما يصير اني انطي لابن محلتي وذاك اللي ما اعرفه ما انطي. او هذا عراقي انطي ذاك مو عراقي ما انطي. لا يكون عداله. هذا هو المبدا الاخلاقي مال justice اللي هو واحد من البرنسبل اللي حكيناه بالethical principle. سنه 2000 شباب هذا كان مال يا سنة عندنا الكود اوف اثكس قلنا عليه 94 سوينا له ريفيجن بسنة 2000 غيروا بعض النقاط اضافوا بعض النقاط الجديدة اهم واحدة من عندهم كانت الوسل بلوينج يعني the pharmacist should disclose information about other health care professional if their conduct jeopardize the safety of the patient يعني هنا انا لازم انبه السلطات او الجهات المعنيه عن تصرف طبيب قد يكون يضر بمصلحه المريض، احنا مو قبل شويه قلنا respect the ability and values of other colleagues مو؟ صح ولا لا؟ زين، هنا اذا كان تصرف الطبيب ده يتكرر كل مره وبنفس الخطا لمضره المريض ذاك الوقت اسوي شنو؟ whistle blowing. يعني اقول للطبيب اوقف ترى انت تاذي حياه المريض. أنبه السلطات المعنية نقابة الأطباء أو نقابة السادة على تصرف هذا الطبيب اللا أخلاقي. أوكي شباب؟ زين. أكو شيء قريب إليه report oneself to authorities. If you have a reason to believe that you are not fit to practice because of your conduct, health or competence. يعني يقول لك أنت لازم تروح للنقابة على سبيل المثال نقابة السادة بدون نيابة سحبوا الإجازة من عندي ترى أني بعد ما أقدر أشتغل بالمهنة. لسبب او لاخر صحتي مثلا ما تساعدني رجليه ما اقدر امشي او ما اقدر اروح بالصيدليه او ما بي حيل اواكب المعلومات العلميه اللي تتطور شباب this is the final sheet in our lecture today اللي drawback of pharmacist code ethics حكينا هواي معلومات خلي نشوف if it is too short يعني يكون قصير في نقاط بس رؤوس نقاط it involves the principle but without guidance on how to apply these principles
يعني صعبة تصير. If it is too long في مشكلة شباب، قلنا قصير ما بيدليل شلون أطبق المعلومات مالتي. زين إذا طويل. In this case will inhibit the decision making by the professional. يمنعك من اتخاذ القرار لأن هو مطلق كل التفاصيل. So weaken the autonomy and accountability of the pharmacist. هاي نقطة أيضا سلبية. Require continuous update. كان سابقا منتصف القرن العشرين يقول لك الإعلانات الدوائية عن الكونتراسبتيف وغيرها ممنوعة، ولكن بالوقت الحالي مسموحة بخواص معينة أو باتجاهات معينة. The final point. Code of ethics rarely help in resolving conflicts. شنو الكونفليكت؟ تعارضات between ethical principles. على سبيل المثال beneficence and non-maleficence. Autonomy and justice. إذا conflict up between ethics and law. إحنا حكينا شاء الله بها قانونية لو كنا أخلاقيات. فما أقدر إذا شاء الله قانونية لو أخلاقية ما يعطيني فالدليل شلون أتصرف فيه. فهذه تعتبر أيضا drawback for pharmacists code of ethics. Thank you for listening. Any questions?